رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس مجموعة كاستيل للمشروبات. وزير العدل يترأس مناسبة تقديم الطبعة الأولى للدليل الإحصائي في العدالة دورة 2016. السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء الشادية من أنجمينا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بالقصر الرئاسي نائب رئيس مجموعة كاستيل للمشروبات ميشيل بالي، حيث تباحث فخامته ونائب رئيس مجموعة كاستيل المواضيع المتعلقة بالاستثمار والتجارة في البلاد. تقرير عثمان عبد الغني. بهدف التنمية والاستثمار ومساعدة البلاد والتعاون معها في مختلف المجالات، التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بالسيد ميشيل بالي نائب رئيس مجموعة كاستيل للمشروبات، والتي بدأت تستثمر في البلاد منذ زمن بعيد في مجال الزراعة وصناعة المشروبات الغازية بشتى أنواعها وكذلك المياه المعدنية وغيرها. المقابلة حضرها الأمين العام برئاسة الجمهورية جان برنار باداري وعيسى علي طاهر مدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية والوفد المرافق لنائب رئيس مجموعة كاستيل للمشروبات. وفي غضون ساعة تباحث الوفد مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في العديد من المشاريع التنموية، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالزراعة والتنمية وصناعة المشروبات والاستثمار في مجالات أخرى ستسهم في تنمية تشاد. من جانبه أشاد رئيس الجمهورية بالدور الفعال الذي تقوم به الشركة في مجال توفير المشروبات للمواطنين، وعلى الشركة أن تعمل لصالح الزبائن وتوفير الجودة الآلية من المشروبات. مجموعة كاستيل تعمل في مختلف المدن الكبرى بالبلاد وفي عدد كبير من الدول، لا سيما الدول الإفريقية، من أجل التنمية في هذه الدول وخاصة في مجال صناعة المشروبات بمختلف أنواعها والزراعة. السيد ميشيل بالي نائب رئيس مجموعة كاستيل أقرب خروجه من المقابلة أكد للصحافة بأن شركته ستساعد وتقف مع الحكومة التشادية في جميع المشاريع المستقبلية المتعلقة بالتنمية والاقتصاد والاستثمار، ونشير بأن مثل هذه الأعمال الخاصة التي يقوم بها بعض من أصحاب الشركات بصفة عامة في البلاد ستسهم في زيادة الدخل والتنمية الشاملة في تشاد. ترأس صباح اليوم وزير العدل وحامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان جيم عربي ترأس تقديم الطبقة الأولى للدليل الإحصائي في العدالة دورة 2016. كان ذلك بحضور رئيس المحكمة العليا سمير أحمد النور والعديد من الفنيين والعاملين في الوزارة. جرت المناسبة بمركز الدراسات من أجل التدريب والتنمية. تقرير زميلة حليمة السعدية يعقوب. ضمن سلسلة النشاطات التي تقوم بها وزارة العدل وهامي الأختام المكلفة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، هذا وقد تم عرض تقديم الطبقة الأولى للدليل الإحصائي دورة العام 2016 وبدعم الفني والمالي من مشروع دعم العدالة في تشاد. كانت المناسبة تحت إشراف وزير العدل وهامي الأختام جيم عربي ممثل البعثة الأوروبية، مؤكدا في حديثه بأن الاتحاد الأوروبي يسهم إلى جانب البلاد في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما أوضح بأن الاتحاد الأوروبي له أهمية كبرى في مجالات العدل وحقوق الإنسان. وزير العدل وهامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان جيم عربي مرحبا بالحضور على تلبيتهم الدعوة، وذلك بهدف عرض تقديم الطبقة الأولى للدليل الإحصائي لعام 2016 فيما يتعلق بوسائل العدالة والميزانية النشاطات القانونية المتعلقة بالأهوال المدنية والجرائم الجانبية ومساعدة الموظفين والمهامين وكتاب العدل والمنسقية. الحسابات ده يعرفوا شنو الجستيس سوى في السنة، كم شريع السهول، كم شريع الغايد، وإمكانياتنا الجستيس شنو، أبوكات كم، ويسي كم، نوتر كم، جوج دول كم. وفي نهاية المناسبة تم تسليم المذكرة الأخيرة للكتاب الإحصائي لعام 2016 من قبل مشروع دعم العدالة في تشاد. قدمت ظهر اليوم وزيرة المرأة السيدة أمينة كوجينا بمكتبها بيانا صحفيا معلنة فيه الانطلاقة الرسمية لأنشطة الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة 2018.
السنة السبو تكون في تشاد من أمانة، الفرة تكون في بلد كله، ولكن السبو بكان هو حصصو في نيفو ناسيونال يم نمشو السنة في فاي الارجو اني ننا تلبو لا اوين انا تشاد كلهم كي يقوموا بهالهم يفروا في يوم الحكومة حساسات علينا وترى بيجي ساب وأمانا في سبو وايد ده في سنة وايد كل سنة ده إلا السبو داك ده ووي مارس ده سسولنا ده لازم نقوم نشد هلنا ونفروا في يوم داك ده الفرد هنا سنافت ده خلاص جاي جايس بن لغي في مينيستر دي لا فام كولا غايد في ميزون دي لا فام كول بن لغي في سنتر سوسيال نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 4 و 7 و 8 كول كانادو ماشا دي بن لغي تو 2200. أطلق صباح اليوم بصالة الاجتماعات بدار المرأة تشادية مدير إدارة مكافحة التغير المناخي والتدريب البيئي بوزارة المياه والصيد محمد حسن إدريس ممثلا للوزير أعمال الورشة الخاصة بالمصادقة على المستندات الفنية حول التغيرات المناخية. تقرير محمد هارون وقراءة آدم حسن المكاوي. 24 ساعة فقط من عمر هذه الورشة سيناقش فيها المشاركون الذين يمثلون عددا من الجمعيات المدنية مختلف المواضيع المتعلقة باعتماد مشروع تحسين المعلومات التربوية للسكان، وذلك نتيجة للتغيرات المناخية، وعقب اعتمادهم للاستمارة الفنية التي تم دراستها من قبل خبراء يمثلون الوزارة وبعض الجمعيات، قدم مدير مكافحة التغير المناخي والتربية البيئية لوزارة البيئة محمد حسن إدريس خطابا تحدث فيه عن دعم الحكومة لمثل هذه المبادرات، وأكد جاهزية الحكومة للوقوف مع الجمعيات الريفية. كما تحدث الأمين العام للجمعية من أجل تطوير العالم الريفي عن أهداف هذه الورشة التي ترمي إلى تطوير العالم الريفي. البروجي هي انت 3 سنة وأنينا كجمعية قاعدين بارتنر في إيسين في البروجي الحالي قاعدة تستمر دي توعية للشعب، وعندنا أنيماتير خطينا في مونغو بكوفرير أمتيمان وزوننا باتاتا. دونك أنينا مواصلين مع الشعب وقالنا هيوم عشان نوقوم في الشيء الضرر الهسه جاي لنا من نسبة للشنجمة كلماتي. والجدير بالذكر بأن هذه الورشة قد نظمت من قبل الجمعية من أجل التطوير العالم الريفي بالتنسيق مع وزارة البيئة. في سياق متصل بدأت صباح اليوم بالمتحف الوطني أعمال الورشة العمل لانطلاقة ورشة العمل للانطلاقة الرسمية للمتابعة المتكاملة للمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه وفق الخطة الوطنية المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة لجعل المياه موردا من موارد التنمية ومكافحة الفقر. تقرير هارون أبا آدم. الماء قوام الحياة وشريانها الرئيسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، كما أنه عماد الحضارة البشرية، وأن تزايد الطلب على الموارد المائية أفضى إلى تراجعها، حيث تعاني العديد من البلدان التي تقع في مناطق مناخية جافة وصحراوية من شح المياه. لذا فقد أدرجت الأمم المتحدة الماء في صميم أجندة أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وذلك في المرتبة السادسة ضمن جملة الأهداف التي تشمل جميع المجالات الإنمائية. وأن تشاد تعد ضمن الدول المشاركة في القمة العالمية التي انعقدت في الفترة من 25 حتى 27 عام 2015 بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وفي سياق تفعيل مخرجات هذه القمة تجيء هذه الورشة لانطلاقة المتابعة المتكاملة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تحت شعار الحصول على المياه العذبة، ورشة افتتح أعمالها المدير العام للموارد المائية والدراسات والتخطيط بوزارة البيئة موسى تشيتشاو، والذي بيّن أن هذه الورشة هي ترجمة للرغبة السياسية القوية
حكومة البلاد بهدف توفير المياه الصالحة للشرب وتوظيفها كموارد تساهم في محاربة الفقر والحفاظ على الأنظمة البيئية. كما أن الورشة ستناقش كيفية الالتزام والتقيد بسياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة لمصادر المياه المحمية من التلوث بجميع صوره، وذلك من خلال التطبيق الحازم للنظم واللوائح ذات الصلة بهذا الشأن. ومن الضروري تطوير قاعدة معلومات عن مصادر المياه وكمياتها ونوعيتها ومعدلات استغلالها. قامت صباح اليوم عمدة بلدية أنجمينة السيدة مريم جمع عبيد بزيارة تفقدية لقسم الإسعاف ومكافحة الحرائق بهدف معرفة سير العمل والصعوبات التي تواجه العاملين. أرجون محمد أحمد. بهدف معرفة سير العمل والصعوبات التي تواجه العاملين في قسم الإسعافات ومكافحة الحرائق بالبلدية، قامت عمدة بلدية أنجمينة مريم جمعة عبيد بزيارة تفقدية إلى مختلف الأقسام الإدارية التابعة للبلدية، حيث استمعت إلى بعض المتطلبات والنواقص من قبل مسؤول قسم الإدفاع لوكورا، وأوضح بأن هناك احتياجات في الخدمات اللوجستية وسيارات الإدفاع، حيث يوجد حتى الآن 5 سيارات إدفاع كبيرة و15 سيارات إدفاع رباعية الدفع و4 سيارات معطلة بحاجة إلى تصليح. ومن ثم قامت العمدة بتفقد السيارات واعدة بأنها ستقوم بتوفير هذه النواقص. والماتيريال ده ماتيريال قديم، لكن هم بجهودهم بالماتيريال القديم ده بس قاعدين كنادوم ده ببقوا حاضرين في أي وقت، وبدأنا نشكرهم كثير في الخدمة اللي قاعد بيسووا، وأنينا الأوتوريتي هنا الميري كله نعرفوا كدر خدمتهم ده قاسي، وأنينا كله نفكروا ونقدروا نكوماندي ماتيريال آخر عشان يقدروا أنجمينا بتوسي. كما دعت العمدة من المواطنين عدم التلاعب بالرقم 18 الخاص بتلقي اتصالات المواطنين لرجال الإدفاع. النمرو 18 ده الناس قاعد بينادوا بيستهزؤوا فوقه، بينادوهم ده 50% أنا المنادى ده كله كمنادى أنا ليه بساكي، والناس من هنا بقوموا بشولوا المعدات بشولوا الناس وبمشوا وبنقول كلام كده، يعني السيرفيس ده ما سيرفيس أنا ليه. إذن بأن مثل هذه الزيارات التي تقوم بها العمدة ترفع من معنويات العاملين في مكافحة الحرائق وتقديم خدمات نوعية للمواطنين بالعاصمة. وقع عمدة الدائرة الرابعة هارون رماد اتفاقية تعاون مع مؤسسة أحياء أوزون للنظافة، وذلك من أجل نظافة الدائرة، حيث حضر المناسبة ممثل مؤسسة أحياء أوزون للنظافة عيسى بشر عيسى وعدد من عمال بلدية الدائرة. تقرير ابتسام موسى. من أجل صحة وسلامة المواطنين، فقد قام عمدة بلدية الدائرة الرابعة هارون رماد بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع مؤسسة أحياء أوزون للنظافة، وإن هذه المؤسسة قدمت سيارتين لنقل الأوساق لصالح الدائرة، وفي المقابل فرض عمدة بلدية الدائرة الرابعة قيمة مالية قدرها 400 ريال لكل ساكن بالدائرة. ما عندنا مالية، ما قدرنا سوينا أي عمل، هذاك في هذا عينا شفنا فكرنا لهزنا قلنا ما له شيء، ده ما نخلو له شركة واحدة تشيله تقعد تخدم وهي بس تمشي تكولكت جروز ده من الشاب وتقعد تخدم تمرق لنا الوساخة ده من كتر مرسومة. أما ممثل مؤسسة أحياء أوزون عيسى بشر عيسى فقد شكر سلطات البلدية على قيامهم بهذا الدور الفائل في نظافة الدائرة. لقينا الإيدي وقدمنا الفكرة للمير والكونسي والإزجي وهم ذات السوتينير عنينا وجينا قالنا أبو تير هدفنا. ونذكر بأن هذه الخطوة تساعد البلدية على مكافحة الأوساق التي تسبب الأمراض بفعل الأوساق، كما يتم نقلها إلى أماكن بعيدة عن العاصمة أنجمينة. عقب تنصيبه رسميا، قام حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح بزيارة تفقدية مختلف المراكز الإدارية التابعة للإقليم، وذلك من أجل التعرف على كيفية سير العمل بالإدارات المختلفة. تفاصيل الخبر مع الزميلة فاطمة داود الحمر.
تندرج زيارة حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح والوفد المرافق له بعيد تنصيبه على رأس الإقليم في إطار تفقد أحوال العمل والتعرف على جل الإشكاليات التي تواجه العاملين بالإقليم، حيث شملت الزيارة كل من مقر الحرس الوطني والرحل ومقر الشرطة الوطنية بمقاطعة ميمدي بمدينة بول، إضافة إلى مقر البلدية فيها. وعليه فقد شكر حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح في كلمته فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على منحه الثقة وتنصيبه كحاكما لإقليم البحيرة، واعدا مواطنين الإقليم ببذل جهوده ومدخراته الفكرية في تنمية الإقليم والنهوض به اقتصاديا. وخلال زيارة الحاكم إلى بلدية بول فقد قدم عمدة البلدية أحمد أبكر جلة من الصعوبات التي تواجه إدارة البلدية، طالبا من الحاكم دعمه ومساندته في رفع التحديات التي يواجهونها. وللتذكير فإن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها منذ أن تقلد الحاكم مسؤولية الإقليم، ويؤمل من خلالها تصدي العقبات التي تعرقل من العملية التنموية في الإقليم. قامت إدارة الوكالة الشادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بزيارة ميدانية إلى منطقة غوريه الحدودية للاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك بهدف إنشاء عيادات صحية متجولة لصالح اللاجئين وسكان المنطقة. تفاصيل مع زميل بحر الدين عبد الشافي الدود. إن تلبية احتياجات الصحية للاجئين بمنطقة غوريه الحدودية بين تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى شهدت أنشطة صحية واجتماعية من قبل الوكالة التشادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت الوكالة عيادات صحية متجولة كإسعافات أولية. هذا فقد أوضح مدير البرامج والمشاريع بالوكالة بأن إسعافات العيادة المتجولة أنشئت للاجئين الذين لم يتمكنوا بالعودة إلى ديارهم، وهذه العيادات تستعمل لجميع المواطنين. كما أكد مندوب الوكالة بأنهم يتأهدون بإنشاء مباني سكنية للنازحين واللاجئين من إفريقيا الوسطى الذين يبلغ عددهم 4000 أسرة على حسب قول مندوب المفوضية العليا للاجئين، مشيرا إلى أن اللاجئين يحصلون على بعض الأسر من أقاربهم، ولكن هناك تحديات من جانب سوء التغذية بين النازحين وسكان المنطقة. كما أن الوكالة التشادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدم مساعدات في مجالات كثيرة مثل مياه الآبار الصالحة للشرب والنظافة العامة وكذا البنية التحتية وتوصيات أخرى. نظم يوم أمس مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل المعروف اختصارا سويت تشاد دورة تدريبية لصالح المتخصصين في مجال الصحة حول صحة الإنجاب للفتيات بمدينة مسكوري حاضرة إقليم حجر لمس. تقرير آدم حسن المكاوي. في منطقة حجر لمس البنات يواجهن صعوبة كبيرة في الحديث عن الصحة الجنسية والإنجابية الخاصة بهن، مما يهدد العائد الديمقراطي. ولتعامل مع هذا الواقع شرع مشروع تمكين المرأة والعائد الديمقراطي في الساحل المعروف اختصارا بسويتشاد بمنح المراهقات والفتيات الصغيرات كيفية الحصول على صحتهن وحقوقهن الإنجابية ومعرفة ما يدور لهن عبر تتبع التدريب التقني والفني للتواصل للمهنيين الصحيين بمدينة مسكوري بهدف تقديم النصح لهم لتمكينهم من فهم الاحتياجات للمراهقات والفتيات في مجال الصحة الإنجابية. في مداخلته بهذه المناسبة حاكم إقليم حجر لميس أشار بأن الحكومة تعطي قضايا الفتيات اهتماما خاصا بداء فني ومالي من قبل مشروع سويت، وقام بتنظيم ورشة أمل لتعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة العامة بهدف تقديم خدمات ذات جودة للشباب والمراهقين. فإن الأسباب الرئيسية للزواج المبكر هي العادات والتقاليد والجهل والفقر، ولحل هذه المشكلة وقع فخامة رئيس الجمهورية السيد إدريس ديبي إتنو رأس الدولة على مرسوم رئاسي يمنع فيه الزواج المبكر. كما ناشد حاكم إقليم حجر لميس المشاركين بمتابعة أعمال الدورة بجدية، ونذكر
بأن الخطوة التالية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمقراطي في الساحل المعروف اختصارا بسويت شاد سيوفر بناء القدرات وهياكل صحة الإنجاب لتوفير جودة لخدمة الفتيات. نبقى بإقليم حجر لميس، حيث قامت النائبة البرلمانية بمدينة بمقاطعة الدبابة بإقليم حجر لميس السيدة فاطمة نور نور الشام رمضان بزيارة عمل إلى المقاطعة، حيث اجتمعت مع المنظمات والتجمعات الريفية النسوية وحستهم بالمشاركة في الأسبوع الوطني للمرأة الشادية بمقاطعة الدبابة. تقرير عبد الله هارون برمه. ممثلة الشعب بالجمعية الوطنية بمقاطعة الدبابة بإقليم حجر لميس فاطمة نور الشام رمضان قامت بزيارة عمل ميداني إلى المقاطعة، وذلك بحدث عقد اجتماع تنويري مع القطاعات النسوية والتجمعات الريفية بالمنطقة استعدادا للاحتفال باليوم العالمي والأسبوع الوطني للمرأة دورة عام 2018، بحيث ركز اللقاء على أهم النقاط والجوانب الأساسية حول كيفية القيام للتجهيزات واستقبال الأسبوع وتنظيمها بشكل جيد. قلنا نعاز نشوف من أين الجروب ما كيف الدلح الحرات ياتم التجار ياتم كلنا باكنا مرق برا وندفله ونعيد إيدنا تمام، وفادا الإيد داس بقول الآفة والأمن، لأن الأمن ده كان ما في الآفة فيه. وعقب الاجتماع قدمت النائبة البرلمانية نور الشام رمضان أكثر من 100 قطعة قماش لصالح التجمعات النسوية مجانا، وذلك تحفيزا لهن لأجل المشاركة في المناسبة. وخلال ذلك عبرنا المستفيدات عن انطباعاتهن تجاه ما قامت بها النائبة البرلمانية نور الشام رمضان. نشكر السيدة الديبتي نور الشام بمسافة البعيدة قطعتها وجات جاب لنا هدايا عن سنافت عشان في مارس السنة ده بكريس ده كلانينا ما عندنا نبوبان كل هي جابت لنا. نشكروها دايما نشكرها ودايما أنينا وراء إيد المرأة كقصر بينك فوق ما في. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعد احتفالا وحدثا حما. قدم صباح اليوم رئيس اتحاد المساجد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الجوني محمد حسن موسى بمقر الاتحاد الكائني بحي أم رقيبة بالدائرة الخامسة بيانا مناشدا فيه الحكومة والنقابات العمالية الرجوع إلى الحوار الهادف والبناء من أجل الخروج من الأزمة، كما طلب من الأئمة والدعاء ومشايخ الخلاوي القرآنية والزوايا بالتضرع إلى الله بقراءة القرآن الكريم والدعاء لاستدباب الأمن والاستقرار بالبلاد. نستمع إلى جزء من حديثه في ميكروفون الزميل محمد حسن آدم. نظرا لأهمية الأمن والاستقرار الآن نتمتع به، نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية، يناشد اتحاد أئمة المساجد بالمجلس الأعلى شؤون الإسلامية لكل من الحكومة والنقابات الوطنية والجمعيات المدنية الرجوع للحوار الهادف والبناء من أجل مصلحة الوطن والمواطن. وكما نلتمس من فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة الأخ إدريس دبي إتنو حفظه الله ورعاه باعتباره هو الأول والأخير بعد الله عز وجل بالتكرم منه شخصيا لحل هذه الأزمة. وكما نطالب الشباب والمواطنين الكرام بالتحلي بالصبر والروح الوطنية بالمحافظة على ممتلكات الدولة العامة والخاصة. يعد مركز القراءات والتنشيط الثقافي بمدينة أم التيمان أحد المراكز الثقافية التي تحتضن مختلف النشاطات الشبابية بالمدينة. حول أهمية دور المركز الثقافي في الإحياء الثقافي بالمدينة، فقد عدنا زميل حسن جد هذا التقرير. جاء
جميع أنشطة شباب مدينة أم التمان التوعوية والثقافية إلى جانب الرياضية تقام بهذا المركز الخاص بالإطلاء والتنشيط الثقافي، حيث أن بادرة تأسيس هذا المركز جاءت عبر اتفاقية وقعت بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة الفرنكوفونية منذ عام 1997. أما على المستوى الإقليمي فيعود تاريخ تأسيس هذا المركز إلى ما قبل عامين من الآن، وتقوم بدعمه لجنة فرنسية مشتركة وزارة الشباب ممثلة في المندوبية الإقليمية لها وبلدية أم التيمان إلى جانب المنظمة الفرنكوفونية التي توفر للمركز جميع المعدات. كلاك مش التعرفو لو بيتنا الشباب يلات ملانين في كلاكين يشان يعرفو كدر دا بيتهم وما يجو نقدموا مام سوا نقدموا مليهم انكل. وبما أن القراءة هي الوسيلة الفردية الأكثر تداولاً للحصول على المعرفة لدى أفراد المجتمع، فإن هذا الكيان الثقافي يضم مكتبة تمتاز رفوفها بمختلف أنواع الكتب العربية والفرنسية على حسب شهادة رواده. إليه عندما أكون في هذا المركز أحس براحة متكاملة، فجميع أوقات فراغي أقضيها هنا. أنا هنا من أجل الاطلاع، فهذا المركز فيه مكتبة لها كتب قيمة، لذا دائما أأتي إليه. كما وضع بجانبه مركز للفحوصات التطوعي من قبل وزارة الصحة العامة وبدعم من اليونيسيف يتم فيه الفحص المبكر عن مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة، ذلك عبر شباب قطعوا ما أنفسهم أهدا لخدمة المجتمع. كان لقينا بوزيتيف ولا نيجاتيف ده كان اورينتي يمشي في اوبيتال. خلاصة القول إن هذا المركز يلعب دورا فاعلا في نشر المعرفة العلمية بين الشباب، كما يعتبر كيانا منظما متعدد القطاعات نتيجة لما يقدمه من برامج وأنشطة ثقافية متنوعة لهؤلاء الشباب الذين يمثلون مستقبل الغد. نظم أبناء قبيلة بودي لنا المقيمة بإقليم وادي فيرا حفلا بهدف ترسيخ روح التعايش السلمي بين أبناء المنطقة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. جرت المناسبة بمنطقة تروانغا بإقليم وادي فيرا بحضور محافظ مقاطعة مجري وعدد من السلطات الإدارية والتقليدية والدينية وجمع غفير من المدعوين في هذه التظاهرات الاجتماعية. تقرير الزميل محمود موسى الفيل. وسط عدد كبير من أبناء قبيلة جودي نانا وبعض من المسؤولين الإداريين والتقليديين والدينيين بإقليم وادي فيرا، فضلا عن ممثلي مختلف القبائل والمدعوين، جاء هذا الحفل الذي نظمه أبناء قبيلة جودي نانا بإقليم وادي فيرا وذلك لأول مرة، ويهدف إلى التعايش السلمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء القبيلة بصفة خاصة والإقليم على وجه العموم. هذا وقد شهدت المناسبة عدة كلمات، أولاها كلمة اللجنة المنظمة للحفل التي قدمها حسن عبد الله كباش، والذي شكر فيها السلطات الإدارية والأمنية على جهودها المبذولة تجاه المواطنين بالإقليم، كما شكر أيضا كل الذين وقفوا معهم وساعدوهم لإنجاح هذا الحفل الذي أعد للترابط الاجتماعي. ممثل القبيلة هو الآخر قدم شكره لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالإنجازات الملموسة في الإقليم، متمنيا للحضور عودة حميدة إلى أماكنهم، وهذا إن دل فإنما يدل على التعايش السلمي بين جميع المواطنين بمختلف الأعراق والأطياف. نحن نقول شكرا للسيد الرئيس لأنه عمل بعض الإنجازات في مجرد، نشكره شكرا كثير في الإنجازات البيغة، وفي نفس الوقت نطلبه علشان يزيد لنا لكي عشان يكون كافي للجماعة الناس كله. محافظ مقاطعة مجري حامد قدر مرتيمي خلال حديثه أكد بأن هذه المناسبة تعد من المناسبات الاجتماعية التي تعزز الصداقة والأخوة بين أبناء القبيلة من جهة والمقيمين بالإقليم من جهة أخرى، بغية العيش في سلام دائم، طالبا من المنظمين لهذا الحفل المواصلة في تنظيم مثل هذه المناسبات لأجل تحقيق الأهداف المنشودة. هذا وقد توج الحفل بسباق الخيول والهجن أي الجمال، بالإضافة إلى ألعاب ورقصات تراثية نالت إعجاب الحضور. ونذكر بأن هذه الوفود التي حضرت الحفل قدمت من منطقة نوي، كوبي، وجوارن، ودارميمي، ودارغلا، بالإضافة إلى أبناء المنطقة المقيمة بالعاصمة أنجمينا.
قام ظهر اليوم أعضاء جمعية مهنية السينما السمعية والبصرية بزيارة إلى مقر سفارة بوركينا فاسو في العاصمة إنجمينة لتقديم واجب العزاء بوفاة المخرج والسينمائي البوركيني الكبير إدريس ودروغو. عباس بكر مصطفى كان هناك وعدل هذا التقرير. تضامنا مع إخوانهم المنتجين والمخرجين السينمائيين بالدولة بوركينا فاسو وأسرة الفقيد إدريس ودروغو على وجه الخصوص الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي في دولة بوركينا فاسو إثر مرض لم يمهله طويلا، حيث قام أعضاء جمعية مهنيي السينما السمعية والمرئية بزيارة إلى مقر سفارة جمهورية بوركينا فاسو بالبلاد لتقديم واجب العزاء في روح الفقيد، كما أن الراحل الروائي السينمائي قدم خدمة للسينما الإفريقية بوجه عام، وانتهز أعضاء الجمعية الفرصة لتقديم رسالة التعزية إلى السفارة لنقلها إلى أسرة الفقيد المقيمة بدولة بوركينا فاسو. وبحسب قول السفير البوركيني المعتمر لدى البلاد أمبرواس سيلغا، قال إن وفاة إدريس ويدراوغو قد ترك فراغا كبيرا في الساحة السينمائية الإفريقية، وأضاف بأن الموت حق على الجميع، لذا يجب التحلي بالصبر والمثابرة. وللمعلومية فإن الراحل إدريس ويدراوغو خلف وراءه أرملة وطفلين. بهدف تشجيع الرياضة النسائية بمدينة فيا حضرة إقليم بوركو، نظم المشروع الاجتماعي التربوي بالمدينة تظاهرة رياضية وثقافية تخللت العديد من النشاطات الرياضية بهدف رفع قدرات الشباب البدنية والثقافية وخلق روح المحبة والسلام ونبذ جميع أنواع العنف والتفرقة. هذا وقد وزعت في نهاية النشاطات وزعت جوائز وظروف مالية للمشاركين في هذه التظاهرة الثقافية التي حضرها حاكم إقليم بوركو بجانب بعض المسؤولين الإداريين في الإقليم. وقد شهدت التظاهرة الرياضية مباريات بين الفرق كرة القدم النسوية في الإقليم. أختم هذه النشرة بقراءة هذا المرسوم والقرار الوزاري، مرسوم رقم 288 يرسم بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين السيد فيصل حسين حسن أبكر نائبا للأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة الثانية، يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية إنجمينة 20 فبراير 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو. قرار رقم 016، ينص هذا القرار على تعيين اللجنة التنظيمية للدورة الرابعة للتظاهرة الدولية للثقافات الصحراوية. المادة الأولى، الأشخاص الآتية أسماءهم عينوا على رأس اللجنة المحلية لتنظيم التظاهرة الدولية للثقافات الصحراوية: الرئيس عمدة بلدية أم جرس نائب الرئيس سالم محمد إتنو، النائب الثاني للرئيس المنسق العام للهيئة الوطنية للسياحة المقرر العام عبد الكريم سليمان تريو، المقرر عام النائب الأول علي محمد شواه، المقرر النائب الثاني طاهر أحمد تريو، أمين الخزينة دينغارو بينفيني، أمين الخزينة النائب مريم جيريو تيدو. انجمينا في 20 فبراير 2018 توقيع فوغو جيبير يونس وزير الثقافة الشباب والرياضة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة انجمينا. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.